صباح الخير، صباح الجمال، صباح السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال. حلقة جديدة من برنامج من أجلك. قبل ما ابتدي حلقتي النهاردة كنت حابة أتكلم كده مع السيدات المصريات والفتيات المصريات، كلمة كده ما بيني وما بين حضراتكم. سيدتي الجميلة، فتاتي العزيزة، وانتي مشغولة في حياتك وأولادك وأسرتك وشغلك وكيانك وكاريرك ودراستك، خدتي بالك إذا كنتي بتحبي نفسك ولا لأ؟ خدتي بالك إذا كنتي مهتمية بنفسك ولا لأ؟ بتراعيها، بتخلي فيه يوم لنفسك، ساعة لنفسك، أسبوع تقضي فيه، تروحي تسافري، مهتمية بنفسك، بتحبيها، بتراعيها، بترضيها؟ طيب يومك وحياتك عبارة عن حياة سعيدة ولا يوم متكرر كل يوم؟ بتصحي الصبح بتاخدي الاولاد وتروحوا المدرسه وتروحي لشغلك، وبعد كده ترجعي تاخدي الاولاد وترجعي بيتك وتغديهم وتعشيهم وتنيميهم، كل يوم نفس التفاصيل بتتكرر، ولا حياتك حياه سعيده وحياه جميله؟ بتحبي نفسك ولا ظلماها؟ خمس علامات، خمس علامات هتعرفي بيها اذا كنتي بتحبي نفسك ولا لا. هيكون معانا ضيفه مشرفاني، دكتوره شيماء الخليلي، المعالج النفسي واللايف كوتش. ازيك يا دكتور؟ اهلا صباحك زي بصوتك. الفل. الله يخليك. عامله صباح ايه؟ الفل. صباح الفل. النهارده كنا عايزين قبل ما نبتدي في الخمس علامات نعرف الاول يعني ايه حب النفس. يعني مثلا اوقات بيتقال الشخص ده بيحب نفسه قوي، فنفهم ان ده مغرور او ده اناني او مش حابب غير نفسه بس. ايه معنى حب النفس؟ لان هي ممكن تكون معناها الاهتمام بالنفس، رعايه النفس، فعرفينا معنى حب النفس. الأول صباح الخير على الجميع، يا رب يبقى يومكم وحياتكم كلها خير وسعادة ورضا. مفهوم إن احنا نحب نفسنا، هو فعلا في ناس بتحب نفسها بزيادة قوي وبشكل أناني ومفرط جدا، وناس تانية ظلمة نفسها قوي وكارهة نفسها، وبيبان على دوت من ملامحك. يعني في ناس كده تلاقيها ما شاء الله بشوشة ومتصالحة كده مع نفسها، حاسة بسلام داخلي، وناس تانية مكشرة جدا وطول الوقت عبوس كده على الفاضية وعلى المليانة من غير داعي، يعني وهي ممكن مع نفسها وقاعدة لوحدها ومفيش حد مضايقها وهي عاملة كده. فدي أكيد من أول العلامات، يعني أنت أكيد كده مش حابة نفسك، في حاجة عندك عاملة لك صراع، عاملة لك دوشة لازم تعالجيها يعني. فاحنا عندنا فعلا خمس علامات بنعرف بيهم نميز انت بتحبي نفسك قوي وبزياده، ولا بشكل منصف وعادل كده، ولا بتظلمي نفسك وكرهاها وبتقسي عليها قوي. نقول اول علامه، هو ينفع انت تحبي قبل حد ما نقول من غير ما العلامات تعرفيه؟ انا عايزه يعني اشوق الناس، قبل ما نقول العلامات ايه الفرق ما بين الاناني وما بين اللي بيحب نفسه؟ اكيد في شعرايه كده فعلا. بتفصل ما بين الاثنين. اوكي، الشعرايه دي بتبقى ان انت لو دايما حاطه نفسك رقم واحد والبقيه مش مهم، او حاطه نفسك اخر حاجه. اوكي، لو عندنا مثلا خمس حاجات في الاسره او الحياه، مثلا عندك خمس ست جوانب في حياتك، فانت حاطه نفسك رقم سته دايما، يا اما حاطه نفسك رقم واحد دايما. هو ده الفرق، ان انا لازم اوازن، يعني ما بقاش طول الوقت انا رقم واحد والبقيه تولع ومش مهمين خالص، يا اما انا رقم سته ودايما مش مهم واللي حواليا بس هم المهمين. يعني الاناني بيحب نفسه هو بيحب في البدايه نفسه، بس. يعني دايما في قاعده انت حر ما لم تضر، فما ينفعش تكوني انا حابه نفسي وتمام وهعمل اللي يريحني والبقيه هتتاذي. يعني انا مثلا بشوف يعني ستات مثلا تلاقيها هي رقم واحد والولاد لا مش مهمين. في بعض النماذج كده دلوقتي بقت بعد السوشيال ميديا كده، فعلا بقت في نماذج الى حد ما انانيه من الاجيال الجديده غالبا مش من الاجيال القديمه يعني. وبتلاقي البنت لسه مش متعوده على مسؤوليه الاسره وانها تشيل بيت واولاد وكده، فتلاقيها لا حابه نفسها هي في المقام الاول ومش مهم الباقيين، نادرا لما بتهتم بالاسره ككل. اللي هو انتوا وفي ناس هتضيعوا تانيه لا حياتي بقى اللي ولا هي ايه؟ يعني اجيال امهاتنا كده والناس القديمه ديت، يعني عندهم تضحيه عاليه قوي قوي، خدت ليفل عالي جدا، يعني الشمعه بتحترق من اجل فاهمه، الاخرين. وهي اول واحده تتلسع من الشمعه دي، اول واحده بتلاقيها جت في الاخر كده حصل لها دروب رهيب، مش فاهمه ايه اللي حصل. هي حضرتك انت يعني افنيتي عمر بحاله صح. من غير توازن. فهي احنا جايين النهارده نعمل التوازن ده، ان انت حبي نفسك بس من غير ما تظلميها ومن غير ما تظلمي الاخرين. تمام، ندخل بقى نبتدي خمس اول علامات. علامه. اول علامه، ينفع تحبي حد من غير ما تبقي عارفاه؟ يعني ينفع كده من النظره الاولى اقول ده حب؟ لا ده مش حب، ده بيبقى اعجاب كده او ميل بس، يعني الشكل او الكاركتر. لكن لازم لما تعرفي حد كويس هتحبي او مش هتحبي. فاحنا هنا لازم نعرف نفسنا كويس، نقف بصدق مع نفسنا. والى حد كبير في ناس مش عارفه نفسها فعلا، دي حقيقه.
يعني ممكن تعرف الاخرين وتدرس الاخرين وتديهم وقت وحب واهتمام اكتر ما تدي لنفسها. فهي لو مش عارفه سالتيها هي انت بتحبي بتحبي ايه؟ ايه، ما تقولي مش عارفه. ايه اكلتك المفضله؟ لا عادي اي حاجه، يعني كلمه اي حاجه ديت. طب ايه هوايتك اللي ممكن تقعدي فيها ساعات من غير ما تحسي بالوقت؟ عادي مش عارفه. ففي ناس بتبقى عندها مشاكل مثلا، خلاص لو حياتها حصل فيها بريك او ازمه كبيره، طيب هي هنبتدي منين بقى يا فلانه مثلا؟ تقولي مش عارفه، انا مش عارفه حاجه، انا مش عارفه انا هعمل ايه، ولا دارسه خطتي، ولا هعمل بحب ايه، ولا بكره ايه، ولا هقف فين. هي مش عارفه، هي تايهه، ده ما ادتش لنفسها اصلا فرصه بس دي ممكن بصدق تكون تعرف شريحة نفسها. كبيرة قوي من الناس، شريحة كبيرة قوي من الناس ايوه مش وده عارفين غلط. هم. احنا ده عشان نعرف نفسنا فعلا، تقفي مع نفسك تراقبيها، تقعدي كده بجد بتراقبي نفسك وتصرفاتك واللي بتحبيه واللي بتكرهيه، الناس اللي بتحبيهم وترتاحي معاهم، مش بتصطنعي الابتسامه. المكان اللي بتحبي تروحيه، الكتب اللي بتحبي تقريها، الاكلات اللي بتعمليها، الاماكن اللي بتروحيها، كل الحاجات اللي بتحبيها سجليها عشان تعرفي نفسك اكتر، ويوم بعد يوم تعرفي الحاجات اللي فعلا بتسعدك وترضيكي وتقربي منها، والحاجات العوائق اللي بتضايقك في الحياه وبتعمل لك الصراعات والمشاكل والازمات وتخلصي منها حبه حبه. مش هنقفل الصفحه مره واحده كده ونتخلص من كل ده، او طول الوقت نبقى بنعمل اللي بنحبه بس، لا هي العمليه بتبقى تدريجي. الاول نعرف نفسنا كويس قوي، ونقف على كل حاجه فيها، والمميزات اللي عندنا ونقط القوه نكبرها نفرح بيها، ونقط الضعف نحاول نعالجها نقطه نقطه. دي اول علامه. تاني علامه اعرف نفسي. الرسائل الداخليه اللي بنقولها لنفسنا. في ستات بسمعها كتير قوي وكمان رجاله بتقول لنفسها رسائل صعبه جدا، هي مش فاهمه ان هي فعلا بتجذب الاحداث السيئه لنفسها بسبب الرسائل دي. الرسائل اللي هي كلها ياس، شماعه على طول عماله تعلق في شماعات كده جنب بعض على الاخرين. انا ظروفي وحشه، انا معيش فلوس، مش هعرف اعمل حاجه، انا ما عنديش علم كفايه، انا الناس ضغط عليا، الشغل حاططني في مكان مش بتاعي ومش عارفه اغيره. دايما تقول انا حاسه بالعجز، انا قللت الحيله. الرسائل اللي انت بتقوليها لنفسك هل كلها حب وايجابيه وامل؟ انا هقدر اغير، لا انا قويه، لا ربنا مديني نعم كتير، لا انا استحق الافضل، استحق اجازف واتعلم واشتغل واتعب عشان اوصل اللي انا في عايزاه. النقطه دي بقى بالذات يا دكتور، انا عند حسن ظن عبدي بيه. دي يعني حقيقة. دايما كان في ناس يقولوا لنا توقعوا الأسوأ عشان لما ما يجيش يبقى انت في الامان، لا هو ولو جه دايما، فانت لا بلاش متوقعه. توقع الأسوأ، يعني توقع ما تتمنى فالأمنيات تقع ففعلا اللي دايما. بيتوقع الأسوأ احسني الظن بالله بيجيله الأسوأ. واشتغلي على ده، يعني اشتغلي على اساس ان انت هيجيلك الحاجه الكويسه وان شاء الله هتيجي. انت بتسعي وتشتغلي ويعني النتيجه بقى من عند ربنا في والتوفيق مقولة من حلوة عنده. قوي، القدر موكل بالمنطوق، دي حقيقة. اللي بقوله هو لكن في اللي ناس بقى هيحصل. طول الوقت رسايلها لنفسها صعبة جدا، فدي طبعا علامة مهمة جدا اعرفي كده بيها ان انت لا انت مش حابة متحبش نفسك، نفسك. شايفة نفسك ضعيفة وفاشلة وقللت الحيلة، وانت مش كده وربنا مش عايزك كده ولا تشوفي نفسك كده. ومش بتغزي العين، يعني مش لما لا لا تقولي لا، انا ده ما هي جيت مع ماليش نفسها حاجة. كده، فانت بيجي لي العيادة كده بيتكلموا ما فيش حد غير انا وهي، وهي شايفة كده. فطبعا انا هغير ازاي الفكر؟ بحتاج يعني فهماني وقت. وقت عشان اغير القناعات الداخليه دي. فانت دايما لا شوفي نفسك يعني زي ما ربنا شايفك، يعني ربنا بيقول ايه؟ المؤمن القوي خير الى الله من المؤمن الضعيف. فانت شوفي نفسك قويه. هو احنا معانا اتصال، انا اسفه قوي قوي. اتفضلي. الو، استاذ محمد، صباح الخير. الو، صباح الخير، صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. حابب تسالنا اي سؤال عن حلقتنا النهارده؟ عايزين نسأل عن الصمة، عن عفوا، عايزين نعرف ايه الصمة، عن ايه الصمة يعني؟ لا انا مش الطمع، بيسأل عن الطمع. الطمع دي بيندرج تحت ايه الاول؟ طيب صباح الخير الشخص الاول. الطماع يعني. الطمع والانانيه زياده بيندرج تحت ان انا دايما بحب نفسي قوي ومش بحب الاخرين، صح. وسؤاله وينقصني حلو قوي. اهم قيمه قوي في القيم الانسانيه هي قيمه العدل. ان انا ما يبقاش عندي عدل وانا بوزع الاهتمام والحب والعطاء، ان انا زي ما بدي لنفسي اهتمامات وفلوس ورعايه بدي للاخرين. دايما بيبقى عندي طمع ان انا اخد كل حاجه لنفسي وما اديش للاخرين بالعدل وبالانصاف نفس اللي فكرة ربنا الأنانية، يرضاه. أنا حابب الخير لنفسي بس. فالطمع طبعا ضد يعني حب النفس اللي هو المتزن، لا ده بيميل ناحيه اللي هي الانانيه وان انا دايما بفكر في نفسي اللي هي قلناها اول الحلقه. فطبعا ده مش اتزان خالص، يعني طب هو احنا لا كنا ينفع انك تحب نفسك قوي قوي او
يعني تبقى انت رقم واحد طول الوقت ولا الاخرين رقم واحد طول الوقت. احنا بنوازن، جايين النهارده عشان نوازن ما بين ان انا اوقات والاخرين اوقات. تمام، احنا كنا في تاني علامه، احنا قلنا كده اول علامه وتاني علامه الرسائل الداخليه، تالت علامه ترتيب الاولويات. بس اثر الرسائل الداخليه ده ممكن يكون يعني اثر جذري، انا لو فضلت اقول لنفسي الحاجات الايجابيه هتاثر فعلا فيا بالايجاب. طبعا طبعا، دي حقيقي في علم النفس والبرمجه وكل العوامل الجذب اللي ليكي للواقع بتاعك. من ضمن عوامل الجذب اللي كل علماء الطاقه اتكلموا فيها ان انت بتجذبي الخير لنفسك. انا برضو الطاقه الايجابيه يعني عوامل الجذب مش مقتنعه بيها بنسبه 100%. يعني انا وعلم. ممكن اقول انا مليونيره. لا حقيقي انا مليونيره، هبقى مليونيره. علماء الطاقه في العالم كله اثبتوا كده، والطاقه بقت تتدرس في العالم كله دلوقتي. يعني هي فعلا دي حقيقة. انت دايما لو انت شايفه دايما وبتفكري بشكل ايجابي هتلاقي نفسك بتجذبي لنفسك الايجابيات والناس الايجابيه والافكار الايجابيه والخير والرخاء والفلوس والصحه. بتفكري في الشر وفي السوء وتتوقعي دايما المشاكل وان الناس مش حباكي وكل ده هيحصل فعلا. فحته تغيير القناعات ديت هي بتبقى من عوامل الجذب اللي بنشتغل عليها. حسن الظن. تالت حاجه قلنا تالت علامه هي ترتيب الاولويات. ودي برضو نرجع لتاني النقطه اللي ذكرها في الطمع، في ناس دايما هي رقم واحد في الاولويات وناس تانية على الصعيد الاخر هي رقم اخر زيرو، هي اخر حاجه. يعني لو سالتيها مثلا زي ما قلنا كده انت عايزه ايه، اي حاجه اللي انتوا عايزينه، تلاقيها دايما تخرج في المكان اللي الولاد عايزينه، عمرها ما تخرج في مكان هي عايزاه. عمر ما الاسره كلها تشترك في حاجه الام عايزاها الا ممكن يوم عيد الام بقى، تلاقي يوم في السنه. وممكن في ناس كمان يعني بايخه قوي تلاقي جايبه حاجه للام اللي هي ايه ليها علاقه بالبيت برضه. انا لا انا عايزه حاجه للام ليها، يعني انا بحب اجيب حاجه لنفسي انا. هي بتحب الحاجات اللي في البيت. ما هي عشان هم يا جماعه هم الناس دي الطيبه واخده عندهم ليفل حقيقي، ليفل ما حصلش يعني. ربنا يجازيهم الجنه يا رب على طيبه قلبهم دي. بس بيبقى صدقيني بيظلموا نفسهم. يعني يفضلوا دايما هي تقولك انا مبسوطه وانتم مبسوطين. صح، هو ده جميل، بس ربنا نفسه بيحب العدل، ان انت كمان ليكي نصيب في الراحه وفي الاهتمام وفي الرعايه وفي الحب. ما ينفعش دايما تدي نصيبك وتتبرعي بنصيبك ده للاخرين، ما ينفعش. ترتيب الاولويات، فترتيب الاولويات دوت، هل انت دايما حاطه الخطه ان ولادي هيدرسوا كذا وكذا وهيشتغلوا هنا وهنا وانا مش مشكله، وتلاقي مثلا بنتها بتشتغل وعلى طول الولاد عندها الاحفاد. طب ما يعني ما نعمل، طب انا يعني ان هو عارفه لحد ما يوصلوا لحد ما يتوفاهم الله وهم في الخدمه، عارفه خدمه مؤبده. صح. طب انت مش ناويه ابدا تعملي حاجه لنفسك؟ مفيش هوايه بتحبيها تعمليها؟ طب لو هي سعيده بكده يا دكتور، يعني السعاده كل واحد ليه طريقه للسعاده. انا أكيد. ممكن تكون سعادتي ان انا اقعد في البيت، غيري سعادته. لا انا مش ضد، انا مش بتكلم في انك تشتغلي، انا بتكلم في ان انت توازني. لا انا قصدي لو هي الام سعيده بكده، هي فرحانه، هي سعيده بس هي مش حاسه هي في ايه، ما عندهاش علم هي ركنت ايه. بس صدقيني بيجي ايه بقى. طيب مش هنلاقي دلوقتي الاهالي اللي بتعمل كده دي بتقولك انا سعيده، مش عندها قولون وعندها الضغط وعندها القلب والسكر؟ ما هو كل ده زعل واحتياجات اتكتمت. صح، هي مش عارفه. يعني في ناس الامراض النفس جسميه دي واحنا درسناها كذا ماده عندنا في الكليه، هي كلها سببها ايه؟ نفسي. صح. واتقلب بقى عضوي. ان انت اصلا كبتي احلام وامنيات واهداف وحاجات انسانيه طبيعيه وتقدير ذات وحاجات كتير قوي ركنتيها واشتغلتي على تلبيه احتياجات الاخرين. بتكتشف بعد فتره وسعادتي المطلقه اولها واخرها بحدود الولاد والراجل فقط لا غير. فلا طبعا ترتيب الاولويات لازم يبقى بشكل منطقي ومنظم، انت موجوده فيه وهم موجودين فيه. طب احنا عايزين نقف او الاولاد او الشغل او كل الجوانب حياتك، عايزين نقف في النقطة دي. كل جانب حقه. عايزين نقف في النقطة دي، لو أنا مثلا أنا حطيت نفسي رقم واحد بس أنا اهتميت بكل الأولويات التانية. تمام. اهتميت ببيتي واهتميت ب حلو جدا. يعني ده مش أنانية. لا طبعا. بس هتلاقي نفسك أوقات بتضطري مثلا جي بيبي فتضطري تتنازلي عن حتة كده معينة وشغل معين أو رتبة معينة في الدراسة أو في الشغل. ده عادي. فهتلاقي غصب عنك ما ينفعش هتبقي رقم واحد دايما. اي زوجه وام هتلاقي نفسها ان البيت محتاجها وقت معين،
يبقى تديله هي الاولويه دلوقتي. في بيبي خلاص. النقطه دي حلوه قوي، ده عادي يعني الزوج في مشكله ما فانا لازم ابقى جنبه هنا. طيب شغلي محتاج حاجه فانا معلش هضحي شويه عند الولاد شويه واهتم بالشغل شويه. طب انا تعبانه انا محتاجه حاجات معينه يبقى انا ههتم بنفسي شويه وهركن كل العوامل دي شويه، هكذا. ان انا بتنقل ما بين الجوانب وما بين الادوار بسلاسه ومرونه، ما اقفش عند حته واحده وانا بس، ولا الولاد بس، ولا الزوج بس، ولا الشغل بس، ولا العباده بس. هي كل الجوانب بعمل فيها اتزان، بوصل بقى لحب النفس والسلام النفسي ان انا مرتاحه. نقطه اربعه. رقم اربعه التجارب المؤلمه او الازمات. في ناس عشان تموف اون من اي تجربه فاشله بتقعد سنه وسنتين. سنه وسنتين من عمرك عشان بتعيطي على حد، او عشان زعلانه على حد خذلك، او عشان صاحبتك خانتك وعملت وقفشت سر ليكي، او عشان الناس دول في الشغل مش حابينك، او عشان حصل بريك في اي علاقه. ايه ده؟ هو شهر كفايه قوي. ثلاث ايام لا مفيش، اقصى حاجه ممكن نعملها شهر. على فكره بتجيلي الناس في العياده بنعمل شويه خطوات خلاص، الشخصيه اللي مضايقاكي دي ايا كانت ايه هي خلاص الازمه دي اتنست. في ناس ممكن ازمه ماديه نفسيه اجتماعيه مع راجل مع غيره اتنست. هي بخطوات كده علميه منهجيه متزنه خلاص مفيش الكلام ده. ايه الخطوات بقى؟ لكن انا اضيع من عمري كام سنه وكام شهر عشان حد؟ لا طبعا ده يعني ما ينفعش. اذا كان ربنا نفسه عايزك تنتقلي للحياه وتتطوري وهو نفسه بيبقى الناس بتعمل كبائر وبيسامحها. يعني يقول لك ايه؟ ومن تاب واصلح فاجره على الله. مش من تاب بس، يعني انت عملتي ذنب في حق نفسك او في حق الناس او في حق اي حد، هو ربنا بيقول لك ايه؟ تاب خلاص، تبتي عن الذنب ده، اصلحي بقى بعدها. صلحي. عملتي علاقه غلط، طب خلاص بعد كده يعني ايه؟ فلتري اختياراتك واعملي علاقه جديده صح، ما تعمليش علاقات تانية غلط. طب انت حد خانك، خلاص وقفي الالم دوت وابتدي صفحه جديده، هكذا. هي دي تاب واصلح. فاجره على الله دي يعني حاجه ملهاش حساب. فيعني اذا كان ربنا بعظمته وجلاله قدره بيسامحنا، يبقى احنا مش هنسامح نفسنا او نسامح الاخرين؟ موف اون على كل حاجه وسامحي نفسك وعديها، ما تقفيش على كل حاجه كده وتسحب طاقتك نفسيه ماديه و... لا. النقطه الخامسه بقى يا دكتور. النقطه الخامسه بتحطي اهداف لحياتك ازاي؟ يعني ماشيه دارسه كده انت هتعملي ايه؟ في ناس تقول لها ناويه تعملي ايه في مثلا السنه دي؟ تقول لك لا مش عارفه والله. طب بعد سنتين؟ لا لا خالص. طب بعد خمسه؟ ما فيش، مش عارفه بكره. ايوه لا ما ينفعش، انا ما ينفعش اصلا يجي عليا بكره وانا مش عارفه انا هعمل اكل ايه وهعمل ايه في اليوم وهرتب يومي ازاي. في خطه اسبوعيه وفي خطه شهريه وخطه سنويه وخطه بعد خمس سنين. صح. وعلى فكره ربنا بيقول لك كده يعني اعملي لحياتك كانك تعيشي ابدا. صح. واعملي لاخرتك كانك تموت غدا. فما يعني لما نيجي نتكلم في امور الدين، لا اعمل اكنك اخر صلاه ليك. اوكي، اكن دي اخر صدقه هتطلعها، فطلعها ازاي؟ اوكي، اخر قران هتقراه، فاقراه باحسن حاجه عندك. طب سؤال بقى جوهري. طيب اكمل النقطه دي؟ اتفضلي. فان انت بتحطي الخطط والاهداف دي، ادرسي، اصرفي على نفسيتك وعلى العلم، نوعي مصادر المعرفه اللي بتاخدي منها، خططي لحياتك بشكل في نفسك والاخرين. صح. بلاش دايما تبقي حاطه خطط دول هيدرسوا ايه ودول هيعملوا ايه وزوجي هيسافر فين ويعمل ايه وانت فين. طب اعملي هوايه، اعملي لو انت حتى مش عايزه تشتغلي احفظي قران، اعملي هوايه، العبي رياضه، اعملي حاجات تانيه. لكن كون ان انت مش حاطه اي اهداف لنفسك ولا اي خطه ولا ناويه على اي حاجه، بتلاقي نفسك بعد فتره بتعملي حاجات الاخرين، بتعملي الاخطاء خطط الاخرين، نفسك بتقعي في حاجات بقى ان انت اصلا انت فكرتي في الكل وما رتبتيش لنفسك، ويحصل بقى من هنا الصراع ده. السؤال بقى المحوري، مين بيحب نفسه اكتر، الراجل ولا الست؟ الراجل طبعا. يا رب. يعني في ناس بتبقى غلابه شويه كده، ودي نسبه قليله بقى. لا هو الراجل دايما كده حابب نفسه. القاعده ان هم بيعرفوا فعلا يعني يتاقلموا مع الحياه وظروفها، ويخش كده الشغل يبقى في الشغل بس، يخش لو قاعد على القهوه او بيلعب بلاي ستيشن يبقى بيلعب وبس، قاعد مع الزوجه والولاد يبقى هنا وبس، هكذا. بيعرف يدي كل واحد حق وكده. لكن الست تلاقيها كل اليوم او كل تفكيرها في الزوج وفي الولاد وبس، اغلبهم حتى لو بتشتغل، بس تلاقي ايه اللي واكل دماغها؟ ان زوجها عمل وسوى، وان هي ازاي هو زعلها، ازاي هي زعلته. ده هو دايما الراجل بيبقى حاطط نفسه في البدايه، مش كل حياتك.
هي دي الفكرة، ان انت اعرفي بتدي الحاجات ازاي. يعني في كتاب بيقول لك ايه، فكري كرجل وتصرفي كسيدة. يا ريت. حقيقي انا عن نفسي بفكر زي الرجالة. وانا برضو بحب تفكير شابولي الرجاله قوي بجد، هم فعلا بيعرفوا ازاي يفكروا بشكل موضوعي بيبسطوا ومرتب، نفسهم وبيريحوا نفسهم، وبيبقى رقم واحد هم الشغل البيت والاولاد. يعني هو بينظم كل حاجه حسب وقتها. طب قول لنا بقى لكن نصايح. لكن ما يجيش بقى، لكن زي الست هي كل حاجه لا، عندها البيت والزوج والاولاد والراجل. يا ريت يا ريت بجد. طب قول لنا بقى النصايح اللي تخلي كل واحد عايش حياته سعيد، حابب نفسه وحابب الاخرين. هي اول حاجه دايما تعرفي بيها انت ماشيه صح وحابه حاسه بسلام نفسي، شوفي انت نفسك مرتاحه. اعملي كده تقييم كده لنفسك كل يوم بالليل كده، انت ماشيه صح، حاسه ان الدنيا ماشيه معاكي مظبوط، مريحه، الدنيا جميله. شوفي النفع اللي بتقدميه للاخرين ولنفسك. دايما في نفع للجميع ولا النفع دايما عايد على الاخرين بس، ولا النفع عايد عليكي بس؟ هي دي الفيصل. دايما لما يكون في نفع طيب واثر طيب انت سايباه على نفسك وعلى الاخرين، يبقى انت كده ماشيه صح، بتحبي نفسك صح. لا بشكل ظلمه في نفسك، ولا بشكل اناني قوي، فاهماني؟ ولا كده ولا كده. النفع ده علامه جميله جدا، تعرفي انت في نفع عايد عليكي وشخصيتك بتتطور وحاسه مرتاحه والدنيا ماشيه تمام كده، وفي مرونه في حياتك وسلام نفسي، ولا الدنيا في كهرباء وفي حاجات وكل هم بس، ولا هم بس ولا انت بس. هي انا استمتعت باللقاء مع حضرتك جدا والحديث مع حضرتك جدا جدا جدا، واكيد ان شاء الله يكون في لقاءات تانية مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. فرصه سعيده جدا. ربنا يخليك. كده نكون انتهت حلقتنا. نفسنا امانه في ايدينا، ربنا ادانا جسمنا وعقلنا ونفسيتنا، كل دي امانه وصيه من ربنا لينا، لازم نحب نفسنا ونحب الناس. دي كده تكون انتهت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج بنعجلك. مع السلامه.